السلام عليكم. بسم الله نبدأ كاملين كالعادة بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. بغيت نقول لكم عواشركم مبروكة، إن شاء الله يدخل عليكم هذا العيد بالصحة والهنا وطولة العمر. إن شاء الله ربي يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل منا الأدعية تاعنا، كترم الأدعية في هذا النهار المبارك نهار عرفة. إن شاء الله يتقبل منا ربي الأضحية تاعنا ولقاع الأمة الإسلامية أجمعين يا ربي آمين. الفيديو تاع نهار اليوم راح يكون وصفات تقليدية، اللي هو صابلي، صابلي عادي تاعنا المعروف، والغريبية، الغريبية تاع زمان اللي ما كاش كيفها في البنة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو ويعجبكم الوصفات. نبدأ على بركة الله. بسم الله. نبداو بالعجينه. جربت شعال من وصفه تاع لي صابلي، وهذه الوصفه الوحيده اللي عجبتني وراني نعتمدها دائما في الاعياد تاعي. وكان كل ما نبغي ندير صابلي ندير هذه الوصفه. فيها 250 غرام مارغارين، وكاس سكر غلاس نغربلوه، وكاس زيت، وزوج حبات بيض، وحده فرفاره، ومغرف كبيره لافاني، ونبقوا نلمو بالفرينه. الفرينه دوك نقول لكم شعال ديت لي. نخلطوا المارغرين مع السكر غلاس حتى يولوا كي الكريمه، نزيدوا عليهم البيض ونزيدوا الزيت ونديروا لافاني ونلموا بالفرينه. الفرينه دوك نقول لكم شعل دات لي. خليت لكم هذه اللقطه باش تضحكوا شويه. جيت نفرغ الزيت طاح لي الكاس، كسروا شويه الروتين. الفرينه درت 3 كيسان فرينه، ودرت الفرفاره كيس خميره كيمائيه، ودرت لافاني وقعدت نخلط وقعدت نزيد الفرينه غير بشويه. درت 3 كيسان، بعد قعدت نزيد هذا الكاس الرابع، بعدها الكاس الخامس، والكاس السادس قعدت نزيد فيه غير بشويه. خاصها تكون طريه العجينه، ها شعل بقالي منه، بقالي قريب النص. الكاس السادس ديت منه قريب، ديت منه فايت النص بشويه. ومن بعد نحطوا العجينه. انا نخدم دائما بالبابي كويسون يساعدني، ونحل العجينه بالرولو ونبقى نطبح فيها. نساعدوا بالفرينة بطبيعة الحال، والعجينة ما ترقيها ما تغلضيها، ديريها نصف سنتيم كيما هاك. دوك نوري لكم شعال يكون السمك تاعها. شوفوا السمك تاعها شعال، خاش في الكوشه غادي تزيد تنتفخ باسكو فيها الفرفاره. بعدا كي نستفهم في البلاطو نبقى نطبح فيهم، ندير لهم هذاك الثقب اللي في الوسط في البلاطو ماشي في الكاعط، باسكو كي تجي ترفديهم يغابنوك. هذه الطريقه خير سهلة، هاد الطريقة، ونديروهم يطيبوا على 180 درجة بطبيعة الحال. هنا بعد ما طاب الصابلي تاعي انا نبغي نحمره بيان في الكوشة، باسكو الكو تاعه قاع يتبدل كي تحمريه يولي بنين كتر. نديرو كونفيتير في الوسط، وبعد نديرو كونفيتير في الجوانب، ونديرو الكاوكاو كيما راه موضح. هاد الطريقة قاع الجزائريين يعرفوها، هذا صابلي تاعنا تاع زمان العادي، ونديرو كونفيتير في الوسط كيما هكا كيما هكا. صابلي تاعنا تاع زمان لا يعلى عليه، هو المخير وكبرنا بيه. وكاين حبيبات درتهم بالنيس لي كراميل على هذه الطريقه، حتى نشارك معكم في فيديو واحد اخر
الطريقه تاع النسلي كراميل، نخدمه انا في الدار يجي بنين وما يجيش قاسح، وان شاء الله هي مات وندير لكم الوصفه تاع النسلي كراميل ان شاء الله. وانا بعد ما كملته ودرته في لي كيسات صورتها لكم، شوفوا كيفاش يجي، والكو تاعه يجي بنين، يجي كروستيون، يجي ما شاء الله، والكاوكاو يزيده في الكو بزاف. هذا تاع النسلي كراميل، شوفوا كيفاش جا، جا ما شاء الله. وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية أهم شيء. وها ولا تاع الكونفيتير، استعملت كونفيتير تاع المشمش، وأنا الصراحة يعجبني الصابلي اللي يجيب الكونفيتير تاع المشمش، صابلي عادي كاش كيفاه في البنة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ودروك نبداو ديريكت في الوصفه تاع الغريبيه، غريبيه تاعنا تاع زمان اللي كاع نبغوها، الغريبيه هذيك اللي تدوب في الفم، ماشي ديك الغريبيه القاصحه. ونقول لكم السر راه في السكر، الغريبيه تاع زمان يديروا فيها السكر كريستاليزي، هذا السكر العادي الحبيبات، السكر غلاس هو اللي قصح الغريبيه. انا جربت الوصفه اللي فيها السكر غلاس وتحس بها حجره. ديري السكر العادي حبيبات. عندنا 500 غرام فارينه، مغرف كبيره لافاني، 100 غرام سكر، سكر عادي، ونبقاو نلمو بالزيت. هذيك القرفه حتى في الاخير نستعملها، تبقى تزيدي في الزيت حتى اللي تولي عجينه طريه، ما قاصحه، ما ناشفه، ما جاريه. انا درت هذا كاس، هايله كاس كومبلي درته، والكاس الزاوج كلاني منه غير صبع واحد. انا كي شغل فرغت على حساب زوج صباع، جاتني شويه جاريه. دوك تشوف فرغت على زوج صباع كما راه موضح، جاتني جرات لي شويه، قعدت نزيد في الفارينه باش نعاود نشفها. شفتوا كيفاش جرات لي؟ ما خصهاش تجي جاريه كما هاك. والغريبيه ما تجي فيها لا فرفاره لا حتى شي حاجه، لا خماره لا والو. زدت لها على حساب واحد 100 ولا 150 غرام تاع فارينه، قعدت نزيد بشويه بالفارينه ونتاستي. خاصها تكون عجينه طريه، ما تكون لا ناشفه قاصحه لا جاريه، تقدي تتحكمي فيها. ثم 500 غرام تاع فارينه، كلالي كاس تاع زيت، والكاس الزاوج على حساب صبع تاع زيت، ثم نجمي تقولي تحت الربع تاع الكاس. هاي العجينه كيفاش تكون، شفتوا عجينه طريه، ما ناشفه ما جاريه، ما قاصحه. بعد نبقاو نديرو فيها كويرات ونحطوها في البلاطو. الكويرات ما تكبريهمش على خاطر شيه في الكوشه غادي تزيد تنتحل، ديريهم غير صغار. ونديرو هكا غير بصبعك، ديري كي الثقب صغير شويه ابان من الفوق، وديري في وسط هذاك الثقب القرفه، وديريها طيب على 180 درجه. وانا بعد ما طابت، اهم نصيحه في الغريبيه من تخرجيها من الكوشه ما توشيش فيها نهائيا، حتى تفوت واحد النص ساعه ساعه، مهم ما تخربيش فيها باسكو تكون طريه وتتفتت غير وحدها، خصها تبرد باش تشد روحها. شوفوا كيفاش جاو هذوك التشققات بلا فرفاره بلا والو، تجي ما شاء الله الغريبيه الكو تاعها كي تاكليها تحسي روحك راكي في الوقت تاع بكري، تاكلي في الغريبيه تاع زمان. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. وهذا كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، وصفه الغريبيه، وصفه الصابلي، وصفه تقليديه تاع زمان، كاطو تاعنا تاع زمان ما كاش كيفاه في البنه. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات، يكون عجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك ودعموني بلي زابونمون. وانا هاد الصابلي وهاد الغريبيه نخدمهم سيغ كوموند، دوك خلي لكم باج انستغرام نخدم فيها سكري سالي سيغ كوموند في صندوق الوصف، تربط الله عندي. ان شاء الله تعجبكم الصفحه، ونقول لكم ما تعيدوا بالصحة، وكل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والمغفرة. إن شاء الله ربي يتقبل منا الأدعية تاعنا في اليوم العظيم يوم عرفة، ويتقبل منا الأضحية تاعنا يا ربي آمين، لجميع الأمة الإسلامية وين ما كانوا يا ربي آمين.
كما قلت لكم الى عجبكم الفيديو خلوا لي لايك ودعموني بلي زابونمون. الى الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.